عذبته، قتلته، ثم تركت جثته في البيت فريسة للديدان. موسى ذو 7 سنوات قتل على يد زوجة أبيه. طفل تعرض لتعذيب شديد استمر لأسبوع كما يقول والده الذي عاد من دوامه وهو منتسب، فوجد طفله مرميا في البيت والقاتل موجودا وكأن شيئا لم يكن. لقيت هنا ممدود صار 15 ساعة من الأشجار، الطفل يابس وتعارك وتم عليه النمل والدود عبد ياكل بجسمه، والله ما أدري صورة مبشعة وجريمة ما تقدر توصفها بأي كلمة. إيش توصف؟ تعذيب وقتل وتشويه وكل أنواع اللي قلت لك إياها اللي ببالك واللي مو ببالك هم صايرة. عائلة الطفل تطالب الجهات المعنية بعد تسليم القاتل لهم بإنزال أقصى العقوبات بحقها، الإعدام ولا شيء غيره يطالبون فيه. أناشد المجلس القضاء والحكومة المحلية وكل إلى كل شخص أو كل جهة إلى معنية أنه أشد أقصى العقوبات بحق هاي المجرمة. هذه المجرمة عذبت أسبوع كامل، أسبوع كامل لا أكل ولا شرب، هاي حرام بيها نفس لحد الآن. طالب من وزارة الداخلية، رئاسة مجلس وزراء، البرلمان بإنزال أقصى العقوبات، ما تستحق الحياة هاي. ويقول أهل الطفل بأن المرأة لا تعاني من أي مرض وهي بكامل وعيها، ولم تكن المرة الأولى التي تعذب فيها موسى، لكنها كانت الأخيرة بعد إقدامها على قتله لدوافع ما تزال غائبة. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.